من ضمن الأسئلة، هل عادي إن أنا أكون شغال في مكان بينتهك الخصوصية؟ يعني ممكن أتفاجئ إن كل زمايلي في الشغل داخلين على جهازي، الموضوع مش مخليني عارف أشتغل. يعني الموضوع ده في بعض النقاش، في بعض الأماكن بيبقى فيها بعض البرامج علشان الجهة الخاصة في الاتش ار أو في بعض الإدارات زي الكواليتي أو إدارة الالتزام يقدروا إنهم يدخلوا يبصوا أنت بس بتفتح إيه، لأن دي مرتبطة أكتر ببعض الأمور الخاصة بحاجات الشغل. لكن فكرة إن في برامج إنها تكون متسطبة بحيث إنها تحمي الجهاز أو إنهم بيبصوا عليك، دي بتبقى موجودة في بعض الأماكن. لكن هي الفكرة إن جهاز الشغل ده أو الأمور الخاصة بيه تعتبر نوعا ما مرتبطة بيه. لكن المهم هو مين اللي بيدخل على الجهاز بتاعك، هل هما زمالك العاديين ولا حد في إدارات هي ماشية على الكل، فانت لازم تحدد ده. لكن انا نصيحتي ليك انت ما تخليش حاجه على اللابتوب الشغل فيه حاجات شخصيه، انت المفروض دي حاجاتك الخاصه في الشغل، وده عادي جدا انها تكون موجوده في بعض الاماكن، فما تاخدهاش بشكل اوفنسيف او بشكل حاد. مهم بس انك تشوف هل ده مين اللي بيبص عليه، ثانيا ان تبقى انت عارف القواعد والقوانين الخاصه بالشركه، وطبعا انت على جهاز الشغل حاول تلتزم قدر الامكان انها تكون امور خاصه بالشغل. وبالتوفيق.